وهو اللي بيعين. طيب مزيد من التفاصيل معايا الكابتن ناصر عباس المحلل التحكيمي لقناة الأهلي والمحاضر الإفريقي كمان وأحد الحكام الدوليين اللي لهم باع طويل جدا في الملاعب سواء في مصر أو حتى في الدول الإفريقية. كابتن ناصر مساء الفل. تحياتي ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أنا عملت مقدمة متعلقة بخطاب الأهلي المرسل لاتحاد الكورة بخصوص الاهتمام بمنظومة التحكيم، وقلنا رغم أن الأهلي فاز بالدوري السنة دي لكن في مشاكل متعلقة بالتحكيم، المشاكل ليست فنية في المقام الأول، مشاكل لها علاقة بضمير المسؤول عن اللجنة، التعيينات، حاجات كتيرة جدا ذكرتها كابتن ناصر. لو تحب تبدأ تعلق وتعليقك كمان على مباراة امبارح، مباراة الأهلي والزمالك، الأخطاء اللي احنا بنشوفها ومتكررة في الفترات الأخيرة. تمام محمد، بشكرك يا محمد، وخلينا محمد ابدا من اول البيان، يعني خلينا نمشي نقطه نقطه كده عشان يبقى الكلام منظم ومرتب. اولا النادي الاهلي النهارده عاوز اقول بحيي البيان النادي الاهلي، يعني كل التحيه والتقدير لهذا البيان المحترم اللي النهارده بنشوف في البيان. محمد النادي الاهلي بيخاطب اتحاد الكره عشان يقف مع التحكيم. خلي بالك النادي الاهلي ما بيتكلمش على نفسه، ودي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي بيتكلم على المصلحه العامه، بيتكلم على مصلحه الانديه كلها في جميع المسابقات. ايضا النادي الاهلي بيتكلم على ازاي الاهتمام او مضاعفه الاهتمام بمنظومه التحكيم، خاصه عنصر بروتوكول حكم الفيديو المساعد اللي هو الفي اي ار بشكل خاص. ده كلام محترم جدا جدا يا كابتن محمد، وهو بيوجه رسالته لاتحاد كره القدم. انا حتى مثال محمد لحضرتك، وانت كنت متابع وما زلت حتى الان متابع للكره الافريقيه والاتحاد الافريقي وكل المسابقات اللي موجوده بكل اللجان اللي موجوده. وقد ايه انت شفت قد ايه ان فتره من فترات كان التحكيم فيها ما كانش على مستوى جيد. وشفت قد ايه تدخل الاتحاد الدولي وحط ايديه ازاي في لجنه الحكام وتابع بشكل جيد، والاتحاد الافريقي نفس الشيء. وشفنا في الفتره الاخيره ان في تطوير بالفعل في الحكام في افريقيا، وشفنا مستوى مردود كويس. هنا النادي الاهلي النهارده يعني ما بعدش بعيد عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، يعني هو ماشي تزامنا مع رؤيه هؤلاء اللي احنا كلنا المفروض بنمشي وراها يا محمد. اكيد. لان انا النهارده زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي لا يبحث عن مصلحه خاصه ولكن يبحث عن المصلحه العامه لجميع الانديه في جميع المسابقات، بيبحث عن تدعيم منظومه التحكيم، وده شيء مهم جدا لابد ان احنا نحطه في الاعتبار يا محمد. مهم جدا جدا، لان البعض يتخيل النادي الاهلي بيطلع بيان عشان الاهلي، لا، الاهلي بيطلع بيان لجميع الانديه وجميع المسابقات. دي نمره واحد. نمرة اثنين، ورسالة هنا متوجهة للأستاذ جمال علام، بقول أنا ودي رسالة للأستاذ جمال علام ومجلس إدارة الاتحاد بالكامل، إن هذا الملف ملف التحكيم هو ملف خطير جدا جدا يا محمد، وأنت تعلم جيدا هذا الكلام. ملف هذا الملف مش هيشتغل فيه واحد ولا هيشتغل فيه اثنين، هذا ملف المفترض إن كل عضو من أعضاء لجنة الحكام يبقى ليه دور في لجنة الحكام. لجنة الحكام ليس لتعيين الحكام فقط، هناك تطوير أداء تحكيمي، هناك لجنة فنية موجودة، هناك مسؤول بيوزع الأدوار وتقاسم المسؤولية. ده اللي احنا المفروض نشوفه، للأسف احنا مش بنشوفه، مش موجود. ونستمر هذا الكلام واحنا بنبتدي في موسم جديد يا كابتن محمد، داخلين على ملفات خطيرة جدا، ملفات خطيرة جدا، وبقول لك وهنقعد مع بعض ونتكلم الإعداد لمعسكر القائمة الدولية واختيار القائمة الدولية الـ 11 والفار، وازاي هتطلع الحاجات دي، وازاي يطلع التقرير الختامي لتقييم الحكام، وكم حكم لعب، وكم حكم خد تقرير، وكم حكم اتوقف. هذه الامور لو مش هتطلع بشفافيه وعداله هتبقى في مشكله في بدايه التحضير. اذا احنا بنقول في البدايه لجنه الحكام. محمد في حاجه مهمه جدا عاوز اقولها لك، ان هناك كوادر تحكيميه موجوده خارج منظومه التحكيم الان على قدر كبير جدا جدا من العلم والثقافه والقدره على العطاء، وكل الكلام ده يجب ان احنا نستعين بيهم محمد في الفتره اللي جايه. طيب كابتن ناصر، يعني انت وجهت اولا علقت على فكره الخطاب المرسل من الاهلي لاتحاد الكوره، ووجهت رساله للاستاذ جمال علام، اتمنى يكون سمعنا، اتمنى يكون حد في اتحاد الكوره سمعنا، لان المشكله في لجنه الحكام مش في التحكيم، المشكله في لجنه الحكام ان مفيش ادوار واضحه لاعضاء اللجنه، ومساله التعيينات في ايد شخص واحد، ورئيس اللجنه مش هو رئيس اللجنه. في حكام بتتوقف يا كابتن ناصر، في حكام بتتعين في ماتشات عشان تعمل ارقام في نهايه الموسم عشان الترشيح للقائمه الدوليه. في حاجات انا شايفها وحضرتك شايفها هتبقى مؤثره جدا على الموسم اللي جاي، واحنا بنتكلم من دلوقتي الموسم اللي جاي يا جماعه هيبقى فيه اخطاء اكبر من دلوقتي لو فضلت المنظومه ماشيه بنفس السياق ده.
تمام يا كابتن محمد. وانا يمكن ملف التعيينات ده ملف مهم جدا، يمكن انا راصد هذا الملف في التعيينات. زي ما قلنا التعيينات النهارده يعني حاجات غريبه احنا بنشوفها، حكام تم ايقافها في فترات كبيره واحنا النهارده بنلاقيها متساويه مع حكام لم يتم ايقافها. وانا بكلم معاك بامانه، ويمكن ده بالورق والقلم على فكره يا محمد، مش اجتهاد ولا كلام مرسل. اكيد. يبقى انا النهارده لما في حكم عندي يتوقف خلال الموسم مره او مرتين او ثلاثه، واجي في نهايه الاحصائيه الاقي هذا الحكم بيتساوى مع حكم لم يخطئ، دي بدايه المشكله يا محمد، دي بدايه المشكله. هو لما بيرجع من الايقاف يا كابتن ناصر، عايز اللي بيعين عايز يعمل ايه؟ عايز يلحق يساوي الحكام بارقام مع بعض عشان القائمه الدوليه، فيديله في الاسبوع مباراتين، يديله مثلا يوم السبت ويديله يوم الاثنين والاسبوع اللي بعديه وهكذا، لغايه لما تيجي تختتم الموسم تلاقي اللي كان موقوف ده في بدايه الموسم دلوقتي لعب له 15 16 ماتش. محمد والله العظيم احنا بنتكلم بكل وضوح للمصلحه العامه، اولا احنا مش هشتغل في لجنه الحكام ولا انا طالب ليا مطالب في لجنه الحكام، ولكن انا بتكلم لمستوى التحكيم ومصلحه التحكيم المصري. أكيد. محمد احنا النهارده عندنا كاس عالم 26، وانا هديك حاجه بسيطه جدا جدا. وانت قريب محمد واتكلمت في الجزئيه ديت، احنا النهارده عندنا في البطولات مين اللي بيشارك في البطولات كحكم فار؟ سؤال، وانا هخليك تجاوب انت على السؤال ده وانت ادرى بيه وعارف كل خباياه. محمود عاشور ومحمد عادل. هل دولت موجودين في قائمه الفار؟ لا. للاسف دولت مش موجودين. اذا النهارده في 26 كاس عالم المفهوم هيتغير يا محمد، يعني ايه؟ انا النهارده عشان يبقى عندي فرصه اروح 26 كاس عالم لابد يبقى انا موجود في قائمه الحكام ال 11 وقائمه حكام الفار. النهارده احنا عندنا 6 حكام فار لم يكلف احد فيهم ب اي مباراه الاهلي والزمالك، ما كانوش موجودين حتى في ماتش الاهلي والزمالك. باستثناء محمود عاشور، يعني شفنا احمد الغندور بيلعب اهلي وزمالك، شفنا احمد الغندور بيلعب نهائي كاس السوبر او كاس مصر مع امين عمر، شفنا محمد عادل وهكذا. اذا انا النهارده موضوع ملف القائمه الدوليه، انا بقول لك ملف هيبقى خطير جدا جدا، يجب ان احنا نشوف يا محمد ويطلع لنا كده التقرير الختامي، عدد المباريات للحكام، تقييمات الحكام، مين احق ان هو يخش القائمه الدوليه، ده ملف وانا بقول لك من الوقت اهو خلي بالك منه يا محمد. تعال اقول لك على حاجه مهمه للاهلي، بنتكلم على مباراه الاهلي والزمالك. خلي بالك مش كل مره تسلم الجار، النادي الاهلي كان باداء ونتيجته تفوق، والبعض يرى المباراه بشكل بمفهومه هو ان المباراه عدت بدون اخطاء، ولكن خليني اقول لك على حاجه مهمه، كان بنتكلم في هدف للنادي الاهلي لحسين الشحات، ثم ياتي ركله جزاء صحيحه وطرد مباشر للاعب محمد عبد الغني. مظبوط. يعني دوت قدامنا على الشاشه كان هيبقى الهدف الثاني. لما بنتكلم هنا محمود البنا بعيد بعيد، هذه تفاصيل لا يراها محمود البنا، لا يراها، وان كان راها وهو ما قدرش يعني يحددها او يفسرها يا محمد. هنا بتكلم على الشد، وهنا بتكلم على الشد او المسك، هنا مسك واضح جدا جدا، ربما محمود البنا ما يشوفش. وانا هنا حكم الفار باجي عشان هذه اللقطه يا محمد. هل من المعقول النهارده الدقيقه 29 ونص او 30 ركله جزاء صحيحه مليون بالمئه لحسين الشحات مع طرد محمد غني؟ واحنا قلنا هنا الطرد لان هنا مفيش تنافس على الكره، واقول تاني جميع المحللين داخل وخارج مصر اتفقوا على هذه الحاله محمد. جميع المحللي التحكيميين سواء داخل مصر اتفقوا ان هنا في ركله جزاء صحيحه لحسين الشحات. اكيد. نتيجه المسك وهنا العقوبه هنا بطاقه حمراء ومباشره. ده كان في الدقيقه 30. هذه الحاله لم تحتسب وللاسف الفار لم يستدع الحكم فيها، وده يعني علامه استفهام كبيره دي بالنسبه للحاله الاولى. اللي كان من الممكن النهارده الحاله دي ما اتحسبتش يا محمد، نتكلم في نتيجه مباراه، ممكن نتيجه مباراه تتغير. اكيد. وكانت ممكن تتغير الشوط الثاني فعلا. بالظبط كده. يبقى انا النهارده كحكم ماليش علاقه بالنتيجه ومش علاقه بالالوان، انا ليا علاقه بالحدث اللي قدامي. دي نمره واحد. تعال نروح في لعبه ثانيه، وكانت ركله جزاء نادي الزمالك. وهقول لك كتحليل تحكيمي فعلا المخالفه كانت موجوده ما بين سيف الجزيري ومحمد عبد المنعم. اللي لعب كره محمد وعنده موهبه شويه هيفهم يعني ايه لما تكون انت طالع بتعمل التقاء عشان تلعب الكره، محمد عبد المنعم بيطلع وبعدين بتتشد من الايد اللي بيخليك يعني في اختلال توازن، وهنا المخالفه كانت واضحه يمكن مش باينه للبنا عشان خاطر ما شافش تفاصيلها، هنا برضك كان يجب.
ان الفار يتدخل، هذه مخالفه تسبق ركله الجزاء يا محمد، وتبقى لبروتوكول الفار يتدخل في هدف او مش هدف او ركله جزاء مش ركله جزاء نتيجه المخالفه التي تسبق. طيب عشان وقتنا يا كابتن ناصر، برضو كان في حاله طرد مباشر لحسام عبد المجيد، ماتش الاهلي والمقاولين كان في كذا حاله، ماتش الزمالك وفاركو كان في كذا حاله، الحل ايه طيب؟ يعني هل المشكله في حكام الفار؟ انا سريع، انا مش هتكلم على الحالات، ولكن مباراه امس يا محمد حصل فيها يعني يحدث ولا حرج. يعني لما يحصل ركله جزاء في حاله لم تحتسب لفاركو، دي واحد، دي كانت في دقيقه 28 بعدها مباشره هدف ياتي من مخالفه، هي نفس مخالفه اللي حدثت مع محمد بينا، حدثت مع مدافع فاركو، وبالتالي الهدف بيتحسب. عندنا كمان هدف تسلل النهارده، البار بيتدخل بالخطا عشان يحسب هدف، هو هدف مش هدف نتيجه تدخل في اللعب وحجب الكره. الفار امبارح كان عنده مشاكل كثيره، كوارث الفار ان الاهلي بياكد على تحسين او مضاعفه الاهتمام بعنصر البروتوكول الحكم الفيديو المساعد. وده هنا كابتن محمد اتفضل، لا خلي بالك ناقوس خاطر، وانا بقول بامانه والله احنا مش ضد حد مع حد، احنا عاوزين التحكيم المصري خاصه في الفتره اللي جايه يكون جيد، لابد من كمال علام يحط ايده على هذا الملف أكيد. هو اعضاء مجلس الاداره، لابد ان محمد فاروق، محمد انت كنت حكم كبير وعندك فنيات كويسه قوي، لابد انك انت تتدخل، عندك معاك ايمن دجيش واحمد ابو العيله ومجدي رزق وحمدي القاضي ومهند ضبا، اللجنه كلها لازم تشتغل يا محمد، وعندنا عناصر بره وكوادر اعلى مستوى استعينوا بهؤلاء العناصر الموجوده. هو واحد بس اللي بيشتغل يا كابتن نصر، وانت عارف وانا عارف، وهتيجي حلقات ثانيه ونتكلم باستفاضه اكتر. يا رب يا مساهل. كابتن نصر انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك. شكرا جزيلا كابتن نصر عباس على الكلام المتعلق.